انا عارفه انك جدع عشان كده جيت لك. عشان حمزه طبعا. انا عارفه انه عينه منك ومش هيسيبك الا ما يكتب عليكي. مش هيحصل. بجد؟ يعني مش تاخديه مني؟ انا حاسه بيك يا ده، بس طمني، انا عمري ما هتجوز حمزه، بس هو مش سايبني في حالي. مش مهم، المهم انت تكرفيه لحد ما يزهق. انا اقدر ازهقه. ما تاخذنيش صدعتك، بس عارفه انا نفسي حمزه يبقى ليا انا لوحدي. ليك لوحدك ازاي؟ هو مش متجوز شهيرة؟ لا، وانا هفضل وراها برضك لحد ما ازهقها وتطلب الطلاق. يعني انت جايلي علشان ما اخدش جوزك منك اللي انت اصلا واخداه من مراته. هعمل ايه؟ ما انا بحبه. بصي يا بقى، مادام قبلتي حمزه اقبليه بعيوبه قبل مميزاته. انت عارفه انه راجل متجوز، يبقى ليه تظلمي شهيره معاكي؟ عشان انت تتبسطي؟ المهم مش تتجوزيه صح؟ كلم نفسي انا بس. طبعا انت ورا سرقه التصميمات من عند حمزه. انا لسه ما عملتش حاجه. انا بسخن بس. طب اخدتي الملف من الشركه ازاي؟ خليكي في حالك يا شهيره. ماشي يا هايدي. اتفضلي. ميرسي. مالك يا اسم؟ بصراحه ما بحبش البرتقال، وبصراحه برضو حمبوزي صعبان عليا. مين ده يا فندم؟ حمبوزي. اصل يا جماعه، يعني هو الراجل مغلطش؟ هو حبنا واحنا حبيناه، متضايقين ليه بقى دلوقتي؟ انت عبيطه يا بنت انتي؟ حمزه ما بيحبش حد، حمزه ما بيحبش غير نفسه وبس. لا معلش، حمزه بيموت فيا. اتكلمي عن نفسك لو سمحتي. والله. وبعدين انت كده اذيتيني انا. نعم؟ ايوه. ما انا مرات حمزه، واللي يضر يضرني. والله. ده بدل ما تشجعيني. لا، انا من الاول انا ما كنتش معاكي. ولا انا. تصدقوا بقى انا اللي غلطانه؟ انا اللي كنت فاكراكوا عقلتوا، طلعتوا مجانين. امشي كده. طب اشربي برتقال طيب. شريرة. قاسية قوي. ما بحبش البرتقال. نعم. كنت عايزة حضرتك في كلمتين يا مستر حمزة. بعدين يا مروة، لما فوق من سحلة الدفيليه اللي أنا فيها دي. أنا اسمي نرجس على فكرة يا مستر حمزة. هتفرق يعني نرجس من مروة؟ هغير رأيي؟ أكيد لأ. بس لما حضرتك تعرف إن أنا عرفت مين اللي سرق التصميمات هتغير رأيك. إيه؟ مين اللي عمل كده؟ ما أنت مش هتصدقني يا مستر حمزة لو قلت. انطقي، مين اللي عمل كده؟ معالي. إيه؟ أنت اتجننتي؟ لأ ما اتجننتش يا مستر حمزة، ولو مش مصدقني تعالى معانا شقتنا وأنا أوريك بعينيك. اتفضلي قدامي. أعمل إيه طيب؟ مفيش حل خالص. حل ايه بس؟ جاك حل وسطه على وسطها على وسط. هو انا هفضل الم وراه لحد امتى؟ حنين عيله ايه دول بقى؟ اعرف ده